دولة رئيس الوزراء في المملكة الأردنية الهاشمية بشر الخصاوني، مرحبا بك على شاشة سكاي نيوز عربية. أبدأ وإياك بالشراكة التي تم توقيعها اليوم، شراكة صناعية متكاملة بين الأردن، الإمارات العربية المتحدة ومصر. طبعا تحدثنا عن 5 قطاعات رئيسية كمرحلة أولى، كيف تم التنسيق لهذه الشراكة وما هو المرجو منها؟ حقيقة هذه المبادرة التي أطلقت اليوم أخت لبنى هي نتاج لإرادة سياسية طرحت في اجتماع للقادة 3 جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين يحفظه الله وأخيه سمو الشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة وسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة ضمتهم في القاهرة في خلال شهر رمضان الماضي. والحقيقة استشراف القادة 3 للتحديات التي فرضتها بعض المعطيات الدولية قادتهم إلى هذا التفكير الحصيف باتجاه تعزيز التكامل الاقتصادي بوجه عام على أن يبدأ بمؤتقة التكامل الصناعي وتحديدا بسبب التحديات التي فرضها الخلل في سلاسل التوريد والإنتاج والتوزيع بسبب جائحة كورونا أولا ثم بفعل تداعيات الأزمة الأوكرانية على سلاسل التوريد والتزويد. فكان القرار والمبادرة التي طرحتها قيادة دولة الإمارات العربية المتحدة وأيدها بشدة جلالة الملك وفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي هو أن تبدأ بنواة تكامل اقتصادي يركز على تجسيد وتحقيق الأمن الغذائي والأمن الدوائي عبر فكرة الإحلال في المواد الأساسية التي لدى كل دولة من الدول 3 مواطن قوة بها لتتكامل مع عملية الصناعة العامة الموجودة في الدول الأخرى استخداما لما يسمى بالميز النسبية الاقتصادية والصناعية الموجودة في كل دولة من الدول 3 وحددت عبر آلية فرق العمل التي اشتبكت قبل أن نصل إلى مرحلة التوقيع على هذا الإعلان مجموعة من المحاور من ضمنها الأمن الغذائي وكيفية تحقيقه وتعزيزه وأيضا الاستثمار في مجال الأسمدة وصناعة التعدينية والصناعات الدوائية بما فيها الأدوية الجنيسة والأدوية العضوية فضلا عن الصناعات التعدينية والهيدروجين الأخضر والاستخدام الأمثل لموارد موجودة في دول مثل الأردن ومصر مثل الأمونيا والفوسفات والسيليكا لتتكامل مع قاعدة صناعية قوية موجودة في دولة الإمارات العربية المتحدة ومع نظرة استثمارية حصيفة تبنتها الإمارات العربية المتحدة عبر العديد من الصناديق السيادية لتحقق هذا الأمن الغذائي والأمن الطبي وصناعات القيمة المضافة والصناعات المستدامة التي تستند وترتكز إلى البيئة الخضراء والبيئة النظيفة والطاقة المتجددة ومصادر الطاقة المتجددة. نقطة البداية هو التكامل الصناعي ولكنها لبنة باتجاه التكامل الاقتصادي الأشمل سيما وأن الدول 3 الشقيقة لديها موارد بشرية متمكنة للغاية، لديها مصادر طبيعية متنوعة للغاية، لديها أيضا قاعدة بشرية أن إيكونومي أوف سكيل كبير يمكنها من أن تشكل هذه النواة التي تبدأ في القطاع الصناعي ولا تنتهي به، هي مسيرة تراكمية وهناك ضرورة لأن تنجح القاعدة الأولى والمنطلق الأول الذي هو التكامل الصناعي ليبنى عليها التكامل والإحلال الصناعي ليبنى عليه تكامل أعمق في المجالات الاقتصادية الأخرى في مجالات المعاملات المصرفية في مجالات التعاون في الأسواق المالية البورصات كلها هذه آفاق كبيرة للتعاون من شأنها أن يكون لها مردود عالي على مواطني الدول 3. الاستثمارات في الأردن ارتفعت بالفترة الأخيرة وكانت ضمن الأساسات اللي اعتمد الأردن لمواجهة التحديات وخصوصا في الأزمة الحالية. ضعنا في صورة أبرز ما تم تقديمه للمستثمر الأجنبي. إحدى التحديات المركزية التي تواجه اقتصاد مثل الاقتصاد الأردني هو تحدي البطالة الذي تعمق قليلا بفعل أزمة كورونا. لدينا مخرجات من القوى البشرية تدخل إلى سوق العمل سنويا يبلغ تعدادها تقريبا 120,000. القطاع العام قطعا لا يستطيع أن يستوعب حتى جزء يسير من هذا الرقم وبالتالي سياسة الحكومة هي أن تمكن القطاع الخاص بوجه عام عبر مختلف الأدوات والوسائل التشريعية والتحفيزية ليستطيع أن يستوعب هذه المخرجات التي تأتي إلى سوق العمل. وأحد أوجه التمكين هذه تكمن أيضا في تعزيز المستثمر القائم الذي لديه استثمارات موجودة في الأردن سواء كان مستثمر وطني أو مستثمر إقليمي أو مستثمر دولي
لأيضا يشقط هذه التجربة الناجحة في الاستثمار على من يتطلع إلى الاستثمار في دولة ما، وليتجه إلى الأردن بفعل هذه التجربة الناجحة للمستثمر الأردني الوطني الممكن أو المستثمر العربي الموجود في الأردن أو المستثمر الأجنبي الذي استثمر في الأردن ولديه قصة نجاح، لنشجع غيرهم من المستثمرين للقدوم إلى المملكة الأردنية الهاشمية. وكما أشرت بدأنا نلمس الحقيقة تزايد في هذه الاستثمارات. دولة الإمارات العربية المتحدة لديها مجموعة من الاستثمارات الجديدة عبر اتفاقات وقعت من قبل شركة أبوظبي للموانئ في العقبة في المملكة الأردنية الهاشمية. لدينا أيضا حديث جاري مع نظرائنا في الإمارات العربية المتحدة للتوقيع على إنشاء صندوق للريادة والمبتكرين، ونحن بصدد أن نصل إلى هذا الأمر. هناك الكثير من مشاريع البنى التحتية والطرق التي يوجد اهتمام من أشقائنا في الإمارات العربية المتحدة ومن صناديق السيادية الإماراتية وغيرها من الصناديق السيادية العربية فيها، ومشاريع بنى تحتية أخرى مثل مشاريع الربط السككي والسكة الحديد، بالإضافة كما أسلفت إلى مشروع كبير وقعنا بشأنه مذكرة تفاهم مع شركة عالمية لإنتاج لاستكشاف وإنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا في جنوب المملكة الأردنية الهاشمية. ووقعنا العديد من الاتفاقيات التعدينية للتنقيب عن النحاس والذهب والمعادن النادرة Rare Earth Elements التي هناك بشائر على وجودها في المملكة الأردنية الهاشمية. الآن نسعى ونعمل ونحن في مرحلة أخيرة الحقيقة لوضع اللمسات التشريعية الأخيرة على قانون واحد موحد ناظم للبيئة الاستثمارية. هذا القانون يبسط الإجراءات البيروقراطية، يعطي حوافز للمستثمرين، ويستهدف إلى أن تكون هنا إلى أن تكون رحلة المستثمر بمجملها بالمملكة الأردنية الهاشمية رحلة ميسرة، ونصلح إصلاحات هيكلية أيضا تستهدف دعم القطاعات الإنتاجية. ومن هنا لجأنا إلى إصلاح هيكلي في تخفيض تعرفة الطاقة الكهربائية على القطاعات الإنتاجية، وتحديدا القطاع الصناعي، قطاع التجارة، قطاع المستشفيات، قطاع التعدين، من خلال إعادة هيكلة تعرفة الطاقة الكهربائية لتصبح هذه القطاعات أكثر تنافسية وأكثر جذبا للمستثمر. الأزمة الحالية خلقت ضغوط على الحكومات بشكل أساسي أكيد، وكل منها وضعت خطط مختلفة لتخفيف العبء الموجود على المواطن، وبالتأكيد هناك ضغط واضح على المواطن. دعنا بصورة ما قام به الأردن على ملفين هما الأبرز أكيد، بداية الأمن الغذائي يعني وأسعار المواد، والموضوع الآخر هو أزمة الطاقة وارتفاع فاتورة المحروقات. نحن في المملكة الأردنية الهاشمية سياساتنا العامة فيما يتعلق بتسعيرة الطاقة التقليدية تذهب باتجاه أن نعكس التسعير الدولية على سعر المنتجات والمشتقات البترولية داخليا، للتيسير على المواطن الذي كان مثقل خلال أزمة كورونا. ابتعدنا عن عكس السعر الدولي على المواطن، وجمدنا الأسعار عند حدود 66، عندما كان برميل البترول في حدود 66 دولار، ولكن أعلننا تباعا بأننا بعد شهر رمضان المبارك سنعود تدريجيا إلى عكس هذا السعر الدولي من خلال زيادات على امتداد 5 شهور تأخذ بالاعتبار أين وصل سعر خام برميل البترول خلال الفترة التي جمدنا فيها أسعار المشتقات النفطية. فنعود إلى هذا العكس تدريجيا، ابتدأ الشهر الماضي على كل المشتقات النفطية، نعكس طبعا السعر الدولي صعودا وهبوطا في المملكة الأردنية الهاشمية، ولكن جمدنا ذلك تيسيرا على المواطن لحوالي 4 أشهر. عدنا لبدء عكس السعر الدولي تدريجيا الشهر الماضي، سنستمر في هذا الأمر. بالمقابل أيضا نتوسع في تطوير شبكتنا لتستطيع أن تستوعب مشاريع طاقة متجددة أكثر، تؤدي إلى مزيد من تقليل الكلف فيما يتعلق بالطاقة على المواطن الأردني. فيما يتعلق بالخلل في سلاسل التوريد الذي أشرت إليه، هذه ظاهرة دولية. أنت لديك نسب تضخم قياسية، الولايات المتحدة الأمريكية بها نسب تضخم لم تصل إليها الولايات المتحدة الأمريكية منذ أكثر من 70 عام. نسبة التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية 8%، نسبة التضخم العالمية في تصاعد مستمر، ونحن لسنا في معزل عن العالم. فتجد بأنه التضخم وغلاء الأسعار وغلاء المواد الأساسية ابتدأ حقيقة يصيبنا منذ نصف في العام الذي تلا بدء أزمة كورونا، وبدأ بارتفاع كلف الشحن، وهنا ابتدأ الخلل في سلاسل التوريد. ثم حدثت الأزمة الأوكرانية الروسية،
أدت إلى خلل فيما يتعلق بالسعر على التاجر، والتاجر لابد أن يعكس بشكل مشروع بعض الهوامش الربحية على الأسعار. في رمضان استطعنا أن نثبت الأسعار وتعاون معنا في الأردن للإنصاف القطاع التجاري والقطاع الصناعي، ولكن هناك حقائق موضوعية بأننا لا نعيش في فقاعة لوحدنا، وبالتالي فأي تضخم دولي من شأنه بالنتيجة أن يؤدي إلى ارتفاع أسعار المواد الأساسية. نقوم بالتخفيف عبر إجراءاتنا الحكومية من خلال تيسير دخول البضائع، تقليل الفترات اللازمة للتخزين التي ترتب كلف معينة على التاجر، السماح للتجار لدينا في المملكة الأردنية الهاشمية بالتخزين في أماكن التخزين المملوكة للحكومة برسوم رمزية أو رسوم مجانية، كل ذلك لنخفف من وطأة وأثر ارتفاع الأسعار دوليا على المواطن باعتباره المستهلك الأخير. ولكن هذا كله تخفيف، لأن الاقتصاد الحر بالنتيجة يقوم على هوامش ربحية مشروعة. ما لا نسمح به هو المضاربة على قوة المواطن من خلال المغالاة في مرابح غير مشروعة وهوامش ربحية تتجاوز حقيقة قدرة المواطن وتتجاوز تعريف الربح المشروع للتاجر. الأردن صدر للعالم شركات ناشئة خلقت طفرة في العالم العربي. ما هي الرسالة التي توجهها للمستثمر في العالم الذي يبحث عن وجهة استثمارية في العالم العربي؟ بأن نقدم له رحلة استثمارية متميزة ومميزة، وبأن لدينا من الشابات والشباب القادرين على الابتكار، ومنهم من ابتدأ لوحده بدون أي مساندة أو دعم في تطوير الكثير من البرامجيات بإمكانيات بسيطة للغاية. وقبل أشهر، ولن أسميها لاعتبارات إعلانية، من قام بتطوير شيء كلفه 5000 دينار باعه في إحدى الدول الشقيقة ب 209 مليون دينار. فحقيقة الآفاق آفاق كبيرة، وخصوصا تلك الآفاق التي تستغل رحلة استثمارية نأمل أن تكون مثالية للمستثمر الأجنبي ونعمل عليها، وأيضا من خلال استثمار الطاقات الإبداعية الموجودة لدى المبتكرات والمبتكرين في المملكة الأردنية الهاشمية. هم كما أشرتي كثر، وهم من سينهضوا بهذا المستقبل الواعد للمملكة الأردنية الهاشمية بإذن الله. شكرا دولة رئيس الوزراء على هذه المقابلة وكل التوفيق. أشكرك، يعطيك ألف عافية.